رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجتمع بمحافظي حضرموت والجوف. نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق صالح يناقش أوضاع مديرية المقهى. مجلس الوزراء يستعرض تطورات الأوضاع العامة ويتخذ عدد من القرارات الاستثنائية. لقاء بالمكلا يناقش آلية معالجة نقص الكتاب المدرسي بمدارس محافظة حضرموت. نائب مؤسسة مواني البحر العربي يؤكد استمرارية العمل بالميناء المكلا رغم التحديات.